إن أتيت الروض يوما لا تلمني فمن العطر انتشيت، إن جنيت الورد يوما لا تلمني فعلى الشوك مشيت، إن ملأت الأفق شدوا لا تلمني ففي فمي لحن الوفاء، أو عشقت البدر يوما لا تلمني فأنا أهوى الضياء، أنا للأقدار ضرب لا تلمني كيف سارت بي حياتي، جئت من طين ولكن لا تلمني فمن الأضواء ذاتي، ومن الروح ومن الأضواء ومن التجليات الربانية في هذا الشهر الكريم نتأمل ونتبصر في كتاب الله في كونه المقروء وهو القرآن، كما نقرأ في كتابه المنظور وهو الكون والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، يقسم الله عز وجل بالتين والزيتون. إيه سر هذا التين؟ إيه سر هذا الزيتون؟ يعني مثلا نبات معين يقسم به الله ويخصص صورة كاملة في كتابه وفي محكم كتابه. الحقيقة العلماء اللي درسوا فوائد التين ومكونات التين وفوائد الزيتون ومكونات الزيتون، وعلى فكرة دي مش الصورة الوحيدة التي ذكر فيها زيتون، الزيتون ذكر في القرآن 7 مرات، أما التين فهو مرة واحدة. والتين مفيد جدا لحيوية الخلية وتجديد شباب الخلية والوقاية من الشيخوخة، وده يمكن يفسر أن الآية بعد القسم بالتين والزيتون في أحسن تقويم، خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، يعني تناول التين والزيتون يساعد على حسن القوام وحسن التقويم وتمام نشاط الخلية البشرية وتمام نشاط الجسم البشري والوقاية من السرطانات. يعني التين فيه مواد تمنع الأكسدة وفيه مواد ضرورية لنشاط الدماغ والقلب، والزيتون فيه مواد تمنع الكوليسترول الضار، وفيه فيتامين إيه الذي يمنع الأكسدة وتصلب الشرايين. ويمكن الفيديو اللي هنشوفه دلوقتي هيبين فايدة الوقاية من الكوليسترول الضار وإزاي بمثل هذه النباتات الطبيعية والاعتماد على الغذاء النباتي الواحد يعيش قلبه سليما معافى. ويمكن الذي أصاب البشرية اللي هو الإعراض عن الفواكه الطبيعية والنباتات الطبيعية واللجوء إلى الزيوت المهدرجة والسمنة الصناعية، وإحنا شايفين الفيديو إزاي الدم ينساب ويترقق في الأوعية الدموية في الظروف العادية، لكن عندما تحدث لزوجة في الدم ويرتفع مستوى الكوليسترول الضار بيحصل زي نوع من المارجينيشن للصفائح الدموية وتلتصق بالجدار، وتأتي حبيبات الكوليسترول اللي احنا شايفينها دي وتلزق في جدار الوعاء الدموي، وجدار الوعاء الدموي ده اللي هو الاندوثيليوم دي بطانة حريرية المولى عز وجل عملها مبطنة كالحرير لينساب الدم فيها دون التصاقات. عارفين حضرتك مثلا الطريق اللي هو المرصوف بنعومة تمشي فيه السيارة بانسيابية، أيضا الوعاء الدموي معمول يعني رصف حريري أو بطانة حريرية. هذه البطانة معجزة بكل المعاني لأن فيها خاصية إفراز، هي مش بس مجرد بطانة، هي عضو من الغدد الصماء تمنع التجلط وتمنع التصاق الكريات الحمراء والبيضاء وتمنع التصاق الكوليسترول في الظروف العادية. لكن عندما يرتفع مستوى الكوليسترول الضار ده اللي بيؤدي إلى النتوءات وتصلب الشرايين، ويمكن فاكهة زي التين ونبات زي الزيتون وزيت الزيتون اللي هو المستخلص الطبيعي، لكن شريطة ان هو يتعامل برضو طازج دون ان يتعرض بقى للقلي بقى وكده. احنا لو رجعنا للفواكه الطبيعية والنباتات الطبيعية، والقرآن مليء بأسماء الفواكه والنباتات، ويمكن إذا كانت هناك سورة مخصصة للتين والزيتون فالتمر ذكر في مواضع عدة، والرمان ذكر، والبرتقال والزنجبيل، وكل هذه الأشياء بتحليلها وبدراسة المكونات بتاعتها لقينا أن هي تحافظ على صحة القلب وصحة الشرايين وتمنع أزمات القلب وتمنع جلطات القلب والشرايين التاجية. ويمكن هركز في الحلقة دي على التين والزيتون لأن سبحان المولى عز وجل عندما يجمع بينهما في سورة واحدة ثم يعقب على ذلك خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، لازم نتأمل إيه السر أنه يخصص سورة بمفردها لهذين المكونين وبعد كده يتبعهما بقوله في أحسن تقويم. إيه العلاقة؟ زي ما قلت لحضراتكم العلماء اللي اشتغلوا على التين وعلى الزيتون لو أن المستخلص بتاع هذين النباتين يؤدي إلى حياة الخلية وتأجيل الشيخوخة
وصحة الأوعية الدموية وصحة القلب وصحة المخ والدماغ وتأجيل الألزهايمر ومنع تصلب الشرايين والوقاية من السرطانات. إذن التين والزيتون كله فوائد. أيضا أوراق التين تمنع مرض السكر وخاصة السكر من النوع الثاني. زي ما شفنا نبات بسيط جدا لكن فوائده جامة. الرجوع إلى الطبيعة، الرجوع إلى ما أنبتت التربة، يعني الإنسان مخلوق من التراب. إذن الأشياء التي تنتج من التراب هي أصح الأشياء بالنسبة لبدنه والحفاظ على صحة بدنه والحفاظ على صحة جسده. أتمنى أن احنا نستفيد من هذه الحلقات ليس فقط في التأمل في المعجزات البيانية والعلمية الموجودة في النص القرآني المعجز، ولكن لنستفيد الفوائد الطبية في الوقاية من أمراض القلب وهي أمراض العصر. والوقاية زي ما بيقولوا خير من العلاج. أنا بقول الوقاية تغني عن العلاج، لأن احنا لو مشينا على النظام الوقائي السليم مش هيبقى فيه أمراض في القلب. أتمنى لكل المشاهدين قلوبا سليمة معنويا وقلوبا سليمة عضويا، تعيش في الدنيا سليمة من الأمراض العضوية وتلقى المولى عز وجل في فردوسه في الآخرة وهي سليمة معنويا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.